إِنَّ رَبَّكَ لَمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَاتِحَةَ عَبْدُنَا بِشَمْسٍ رَجِيمٍ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ دَوْرَنَا عَمَلَ رَبِّنَا كِبْرِيَ إِلَى الْعَالَمِينَ إِلَى Ya Rabbi, 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 ya Rabbi,
Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim.
سلام عليك يا ربي عشاني ودرجي عن فدايا لي وعد العتمي رمي الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع Thank you.
Thank you.
وَنَسَرَ عَلَى الْعَصِيِّ الْعَصَارِ
غيبا قال ولم يلزم الرضو من غيب الغالب يموت أبوه وأمه ويغفر جده يقعه تروس يقيق عبد طالب اللهم سل وسلم وبارك عليه يبعث من يمن بين يدي القيامة تضرع المقتدر الغبابة تعيه والسائب فجر الجميل ليل نائب أجد الأنف من الخوان والحائب سمو يسمو سرير القلب شرع نسمع الذنب لباقي ساقب وعاذبه قبله من البعير فزام السبب من الرمحان والنوائب آمن بهم وسلم تعني الأسجار وخاض قطور شجار وحن إليه الجذو حنين وزيد الأدب يدان يدان مرغب ما في المضاي والمشاجب قلبه لا ينفل ولا ينام ولكن القدم على ذواب المراتب جلد يعف ولا يواجب وإن غف وإن غس يسوت لا يجوز البغي لشرف المراتب في عظم جناد البغي قبل ولا مدرون قول راكب فيه له كيف من الملائكة يقوم على شأن الماكب فإذا نطق على القول وفصل على العلمين وفصلين قام بقاسين قدره على الذي هو المخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم ورد من الرسول ورد الفرس ودنا لجمع المعارك فإذا شرفت رمد الغيب ذوق من شرف الغالب سات إليه الروح المحبين على الأقدام والعجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لعاك واكيب على مر خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لعاك واكيب على مر خير ما ركب ركب النجائب صلاة الله ما لحاك واكيب على مد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لحاك واكيب على مد ركب النجائب على مد خير ما ركب النجائب هذا حديث باسم الحبايب فاز صبر وضعف غفر وسالت بالمنايا في عزائي وملت للقبى طربا وهنائيا تلك المعالم والملائم حيلا تلك المعالم والملائم
Allah
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
فسبحان موسى صلى الله عليه وسلم أنه بالمناسب المراتب أحمد على من قد المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له عبد المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمد عبد رسول مبعوث إلى سائر العرج والأعاجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بالمآثر والمناقب صلاة وسلاما دائما متلازما يتقدم ويقيم ومقائب بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نسد بإرادة السر وغض عنا منك قدر عظيما ونسمك للرسول مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الأول البارع بذاتك ورث القرآن الذي أوحد علماء الناس سيد العبد الأمن شهيد العباس رضي الله عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فرس كان نورا بين يدي عز وجل قبل أن يلقى ذهبه فيام يسمع ذلك النور وذو سمع الملائكة من أسره ولما خلق الله آدم وهدى ذلك النور في ذله قال صلى الله عليه وسلم فعبد الله عز وجل إلى نور ذكر قرية آدم وحمل نفس فيها نفس وكله وجعل نفس كحرير إبراهيم أولي وفي فتنة ولبس لكم وزوج الأجوز نقل من السلاك الظهيرة إلى الأرواح من زاكد الفاخرة حتى خرج الله من بين قويه ولم يلتقي على شفاء قط اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الثاني عن طيب اليسر المقامعين الأخبار ولا لمن يلعب بضرورات يوسف شفرا كذا كان يغاتمه ويدخل ويدخل السر فلما ذهب قلم ذو فإذا فيه نبي يخبره آخر الزمان وولد أبي بكر وجرم بالذين وصل رب الشاف يقول سأسرعه يتجر على نفسه يقول خير الأنبياء محمد خير الأمم يكبر الله تعالى بكل شرف يشهد زفور في الصلاة ويزف في الكتاب قلوبهم مسرفهم يغمدون الله على كل شيء سدد ورحب سلوس يدخلون الجنة بغير حساب وليس سلوس يدعون كثرهم بما قضيهم فيقوم ربك وسلوس يدعون كثرهم بما قضي عندهم فيقول من ضعنا للملائكة ذهبوا فزدهم فيقول يا ربنا وزدناهم أشرفوا على أنفسهم وجدنا أعمالهم من أنهم كأسد الجبال غير أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه القوم الشرد وانت المقصود يا اشرف من
Yeah.
Allahumma
Yeah.
Yeah.
Ya Rabbana
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai jumpa.